السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. كيف ما شفتوا اليوم جيت للباغا فارماسي ديال خديجه. تبارك الله، عندها داك الشيء رقيق زوين. تبارك الله عليك، الله يوفقك في هذا البروجي ديالك. زوين، انا كتعجبني المرا اللي تكون خدامه على راسها بعدا ماشي الكلاس قدام، حيت ما عنده باش يفيد. الله يعزها. ايوا هادشي اللي كاين دابا غادي تهلا فينا خديجه. جاني يا سلام تبارك الله، ان شاء الله غادي تعجبك. ان شاء الله غنطلعو دابا باش نصوبو. كدير لي سوان دو فيزاج وداك الشيء اللي كلشي اللي شرحي انت شنو عندنا على سوان دو ايطاف عزيزه تما. تبارك الله كلشي فيك ما تحتاجش، ولكن تهلا وتهلا داكشي اللي كاين. وبيان سور غادي نصور معاكم كلشي. يلا خليكم معنا. يلا خديجه نبداو. عندها دو زيتاج لتحت و الفوق فين كتصوب. فين كتصوب سوان دو فيزاج. يلا معاك. هنشوفو لا شومبر اللي كتصوب فيها سوان دو فيزاج. انا اول مره غنشوفها بحالي بحالكم. داكشي بان ليا زوين بزاف. شوفو هادي هي البلاصه فين كتصوب. داكشي غزال صراحه، باينه الخدمه ديالكم تكون غير من الماتيريال اللي خدامه به وما هادشي. هادشي مزيان صراحه. شكرا سين. ممكن ديري لي شي حاجه من تحت؟ لا دي شويه نسينا. هبطي لتحت، هبطي شويه لتحت عاد ندير. باش هادشي و ميم طون تات انجكتينا لاسيد غليكوليك. هو واحد لاسيد مزيون تيعطي واحد لابون مين حيت وجدت ما فيش زعما شي حاجه نخدمو بشي اسيد وحده. هادي لو ترازون كدير لنا اون بون سيركولاسيون ديال الدم. و ميم طون دخلنا لو برودوي لي هنا لي تنخدمو بيه هو لي هو سيروم ا باز ديال لاسيد الهيرونيك. شوفوا هادي دابا شوفوا صوتها ضعيف بزاف. قلت لكم هادي كتدخلنا لو سيروم اللي عاد درنا دابا، وفي نفس الوقت كتحر كتنشط الدوره الدمويه في الوجه. وهاد الماسك قالت لي ديال طحالب البحر، وعندها واحد لاكام كامله تقريبا من البحر ديال لاسيون. هي اصلا سميتها فيتوسين اباز كلها لا بودغ ماكو. كتخدم بواحد لاكام زوينه بزاف ومربله. ها انتم شوفوا هذه كانت فاس ديالي وما كديش تدوي معايا. تخيلوا كتشوفني في الزنقه وما كديش تدوي معايا. جو سي با بوكوا كتلقاني وعمري عرفتها فان ديالي. ايوا اختي الله يخلي لنا لي فان ديالنا. الله يخليك ليا هذه. شوفوا البنات اي وحده كتلقاني على برا تجي تهضر معايا، راني زعما راني ظريفه. غزالة غزالة والله إلا دريتها بنتها صغيرة والله فاهمين اللي تعرف. تجيو تهضرو معايا بالعكس كنفرح ملي كنتهضرو معايا منين كنتلقاكم بزاف الحوايج. زعما شهادة لله واحد بنتها طيبة طيبة طيبة. شكرا. تجري زعما من قلبي. الله يحفظك بنتها صغيرة القلب ديال بنتها طيب بلا صغيرة. نيدغاتيو دابا الوجه تندخلو ليدغاتاسيون ديالو لداخل حيت هو ناقصي ايدغاتاسيون. طابا وجهي ديري بحال لي ناشفه شويه ياكي ناشفه. عندك هو وجهي هو شعري شويه ناشفين. والله خصني نبقى ندير لهم لي ماسك وداك الشيء. ما كنديرش كاع انا لي ماسك والو. كندير ان جيل نيتوايون. انا عطيك واحد الجيل نيتوايون باش كتطمن. اها جيل نيتوايون كنستعمل كاموميليا زوينه. كاموميليا بجوج زوينه مزيونه، ولكن انا عطيك عاوتاني شي حاجه ما حسن. ماشي محسن شي حاجه اللي ادابتي لوجهك مثلا وانت تكون كتغطي الوجه. اوكي
السلام عليكم. معكم الحاج مشطفى. يلا جينا البارح من العمره ثلاثتك حتى الكواليس جيت بعد بحال عندي مستاج فعلا. هانت تشوف هذا من نحيدو شحال يكون جاك طبيح الكريو ضروريه في السوار كتصبر كتشد لنا لي بو وتتعاون بعدا حنا شد لناهم ديجا ودابا المهم داك لو ماسك اللي درت لي عاد دابا غزال والله الا عرفتي كيخلي المهم شوف غتشوفوا الريزلت واعر اجيو عند خديجه اجيو عند خديجه راها كاينه في السعاده بلاتي نهضر معاكم على واحد لوف خضيره هذا لو ماسك ليد ولا لا تيرابي ليد هي علاج بالضوء وكل لون عنده واحد الخاصيه واحد هذا تنقولك لا ما عندكش ان بروبليم درناهم كاملين شويه وعاد ندير لك انتي روج كيت شويه خلينا لك الوجه يا حمامه في الخدمه المهم بنات خديت البلاصه ديال خديجه اليوم دخلت باش نشوف الزعاب ودخلت هذا تلالا قدت شويه ماكياج درت غير الفراغ وداكشي ولكن شوفوا ما دايره لا فون دو طون لا حتى شي حاجه ولا بو ديالي كنحس بها فريمون رطبه 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 شي حاجه توب 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 وشوفوا اللي جات عند خديجه غادي تكون عندها واحد الكود برومو ديالي ديال 50% تقولها غير من الطرف ديال اليسرى ستي وصافي هادشي اللي كاين دخلوا عندها الانستغرام غادي نخلي لكم في صندوق الوصف والنيمو ديال التليفون ديالك نخليها في الفيديو صافي غنخلي النيمو ديال التليفون واللي بغات تتصل بها وراها جايه في السعاده حي الازهر هادشي اللي كاين قلت لكم اللي جات من عندي غادي تنقص ليها 50% يعني ماشي سهله النص ديال الثمن غادي يطيح غير تقولها من يسرى سير وراها فريمون الخدمه ديالها كتحمق ما شاء الله بروفيسيونيل الله يعاونك و تاهو غادي نجربو معاكم ونقولكم كيفاش جاني وليكرون عطاتها لي غادي نوريها لكم وتمشي للدار ونوريها لكم حتى هي مزيونه ديجا درتها وفاش كنت جايه فاش في الدخله راني كنت دايره ليكرون ديالها ليكرون تانتي واعره بزاف حتى هادي فنا يلا نمشيو هانتوما معنا البنات هذه هي لاكارت فيزيت ديالها اللي بغات تغيزيرفي حيت كتخدم شو رونديفو كتخدم بيدي الكافاسيال كتخدم بيديها ماشي كتعطل شي وحده تخدم لك ولا لا شي حاجه بروفيسيونيل شوفوا هذه هي سكرينيوها يعني واحد القضيه اللي ما عارفينش بزاف الناس راه اليوم شنو اليوم يلا كنتسناكم نتوما تقولوا لي شنو اليوم شنو اليوم اليوم عيد ميلادي اليوم لانيفيرسير ديالي كمل 17 عام عارفه راسي مازال بروشو بروشا المهم مازال صغيره هادشي اللي طلع عارفاكم تصدموا في لي كومونتير بالنسبه للناس اللي عارفيني شحال هاد راهم عارفين لاج ديالي ولكن اللي يلاه جوج جدادي انا في عمري 17 عام وصافي هادشي اللي كاين عمري 17 عام يلا كملتها ودخلنا في 18 نكملها العام الجاي ان شاء الله انا باش عرفتكم ما عارفينش لاج ديالي حيت بزاف الناس في لي كومونتير كيقولوا لي يسرى ديري بيرمي يسرى ديري بيرمي ما عارفينش بلي ما مكملاش 18 يعني ضروري بيرمي خصك تكوني مكمله 18 غير تكون في عمري 18 عام غير نقفلها صافي غادي نبدا فيه ضروري وصافي هادشي اللي كاين يلا خليكم معنا وباركوا ليا في لي كومونتير جويز انيفيرسير شكرا لكم بزاف الناس اللي يقولوا جويز انيفيرسير ربي يخليكم وتنتوما بطول عمركم ان شاء الله يلا دابا شريت قريعه الماء من على برا وصافي غادي نحط الشاكوش ديالي ونطلعوا كاملين يلا
يلا معنا. البنات لقيتوني دابا يلاه ساليت لا سيونس ديالي ودوشت ولبست حويجاتي. هانتوما شوفوا شنو لبست. قلت لكم هاد النهار راني جايه محيت غادي نخرج مورا لا صال، داكشي علاش جبت معايا هادشي باش نقاد راسي شي شويه ونشفت شعري بالشاشوار وداكشي. ودابا غندوز عليه شويه بالبلاك. شوفوا واخا غير شفتو، شوفوا تبارك الله غزال صوبته ليا مصير غزال. شوفوا التصويبه ديالها دابا والله الا غير منشف بالشاشوار ما صوبته ما حتى شي حاجه. شفتو انا غير دابا بغيت نهبطو شي شويه وصافي غير واحد شويه. المهم بالنسبه للليكرون اللي كنستعمل مؤخرا هي هادي، ها نتوما سكريني وهاي الا بغيتو. هادي فريمون غزاله، هادي شي دو جوغ وانا كنستعملها عجبتني بزاف وزوينه بزاف بزاف. انا عجبتني هادي طانتي واعره، انا غادي نديرها وتشوفوا كيفاش كتجي. خديتها من عند خديجه اللي شفتو معايا في الاول الفيديو، خديتها من عندها. انا صوبها ونرجع لكم. البنات ها هو شوفوا كيفاش جا كيحمق. انا عجبني صراحه غزال غزال. المهم دابا بابا جا مورايا غادي نهبط عنده، هو ولدنا جاوا مورايا الله يخليهم لينا. بابا مسكين ديما كيكون مرافقني في اي حاجه، الله يخليه لينا يا ربي والله يخلي لكم حتى نتوما والديكم. لبنى حبيبي مالك لبنى؟ طالب شوية تتحرك شوية طيب. باقي نحيت يلاه شربت الدواء، يلاه جبت لها من الفرماسيه الدواء شربت.
كيف كيفمشيتوا معنا؟ لقيتوني دابا دخلت للدار. شنو نقول لكم؟ هاد النهار راه داز كحل. مسكينه لبنى بقات فينا، خصوصا لبنى مسكينه راه بقات فينا بزاف. راه واخا يكون قلبك حجر غادي تبقى فيك. محس هاد النهار دوزاتو في الجحيم مع الدرسه، هي موالفه كتحرقها، موالفه بزاف الحوايج، ولكن هاد النهار بزاف. هاد النهار صافي ما كتهضرش كاع، حتى الهضره ما كتقدرش تهضر معانا. المهم راه دابا طلعت تكا، واخا هي ما غتنعش، محيت الحريق ما كيخليكش تنعسي. طلعت تكا شويه وصافي هادشي اللي كاين. دابا لقيتوني كنشرب كاس اتاي، بابا كان معايا ولكن خرج عيطلو عمي باش يصوبلو حيت بابا شرا التليفون. يلا شرا ايفون 13 برو ماكس، حيت الاخر اللي كان كيصور به يطلو بنا دابا شرا ديالو. قول لهم مبروك راه شرا ايفون ديالو. المهم يلا كيقادلو داك المسائل اي كلود داكشي، يلا كيقاد. المهم البنات بزاف د الحوايج خصني نركز عليهم في هذا الفيديو ونذكرهم ضروري. اول حاجه القضيه ديال الفيديو اللي فات، بزاف الناس كينتقدوا يسرى كان خصك تمسحي اللقطه الاخيره. شوفوا انا راه خليت داك اللقطه الاخيره عفويه، خليتها اكسبري، ما بغيش نحيدها. علاش نحيدها؟ صاحبتي ما قالش شي حاجه. بابا شنو قال؟ قال صافي ارمي هذا الفيديو والفيديو الاخر خليه من بعد. ما قالش شي حاجه زعما عيب ولا ما قالش شي حاجه، غير الناس صافي نشدك وصافي. هادشي اللي كان هذاك اللقطه انا راه تفرش في الفيديو كامل، بزاف الناس حسب لهم غلطت في المونتاج وما حيدتش هاد اللقطه. لا انا راه كنتفرش الفيديو كامل قبل ما نرميه باش الا كان شي حاجه وكدوز داك الهضره في ودنيا وجاتني عاديه ما جاتنيش فيها شي حاجه. المهم والنقطه الثانيه اللي غادي نهضروا عليها هي ديال تلامط. بزاف الناس عاوتاني بزاف الناس اللي قالوا لي يا بابا او بابا جا. انا كنتخلع دغيا دغيا. عطو نخليكم معانا. او بابا جا. يلا قلت لهم شريتي ايفون ياك قولوا بالصحه ولا ما قالوليش؟ غنوري لهم ايفون اللي شريت. ها هو واش قالوا لي بعدا بالصحه؟ قالوا له بالصحه. ها اوكي هانتم، هذا هو الايفون اللي شريت اختي. شوفوا شراه في الجولد ماشي بحالنا. سلمي لي عليهم. تحياتي واحتراماتي للمتبعين. جاجة الله يربي زوين. شوفوا عجبني انا 13 برو ماكس ماشي 12 زوين بزاف. الصحة والراحة. لا يعطيك الصحة. المهم كنقول لهم على القضية ديال طلامط. شوفوا شتو دابا ماشي كنبرر راسي، راه فعلا ما درتهاش عن قصد. الانسان كتكون دماغه مشتت ديك الساعة، فهمتوا؟ بالي غير مع الناس شنو كيقولوا. صافي كليت داك التمره درتها في السداله درتها. هما كيتقلو داك اللقطه باش كتعطيهم. هما شنو كيديروا؟ كيقربوا داك اللقطه وكيتقلوها باش كتعطي داك لي في زعما راني كنمسح بصح، كنمسح يديا وغرقت. خليهم ربي خلاص. اما انا راه جاتني عادي. وفوق هادشي كامل هذيك غير تمايره شديتها بجوج صبعان، هذه اول حاجه. تمايره شنو كتخلي لك في اليد؟ ماشي شي حاجه زعما اللي تستاهل تهضروا عليها، ماشي شي حاجه والله. هي كتبغيو تكبروا الموضوع وبنادم خصو غير فين يهضر والله العظيم. يلا دابا غادي نقول لكم بسلام عليكم، نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. وفيديو جاي غادي تكون فيه واحد المفاجاه اللي زوينه بزاف، تسناوها وكونوا في الموعد. يلا بسلام عليكم وكنبغيكم بزاف.